السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله وأحبابنا جميعا في الله، أما بعد، أمة الإسلام، الأمة التي تتعرض الآن من نازلة إلى نازلة، الأمة اللي الوقت وسط بركان محتدم، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى لن ينجلي عن هذا إلا نصر مبين للإسلام في هذا الواقع. إخواني في الله، في يوم من الأيام لما مسلمة من المسلمات أهينت على يد أحد اليهود في سوق من الأسواق، رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش كامل من أجل مش قتل مسلمة، إهانة مسلمة واحدة. في يوم من الايام لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل رسول لواحد من ملوك الروم وقتل ذلك الرسول المبعوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول اتاه الخبر ليلا الفجر، عمل اجتماع مع اصحابه رضوان الله عليهم وقرر تجييش جيش في نفس اليوم اللي نتج عنه غزوة مؤتة عشان مسلم واحد قتل. النهاردة يا اخواني، النهاردة في ليبيا جارتنا على احصائية محكمة الجنايات الدولية 10,000 قتيل، وعلى احصائيات اخرى الاف القتلى و40,000 جريح. عارفين يعني 40,000 جريح؟ يعني مش قضية مستشفى ولا اتنين ولا تلاتة، يعني ممكن واحد بيموت الوقت عشان جراحة محتاج حد يخيطها، واحد بيموت الوقت عشان جراحة محتاج حد يتدخل فيها. الجراح بيعمل كم عملية في اليوم؟ 5, 10, 15. 40,000 جريح دول عايزين كم جراح؟ عايزين كم طبيب مسلم عشان يغيث اخواننا؟ ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. النهاردة يا اخواني، النهاردة بعد ما قطعت جميع الاتصالات السلكية واللاسلكية في ليبيا عشان محدش يقدر يتصل بالتاني، عشان محدش يقدر يعرف المجازر اللي بتحصل وحمامات الدم اللي بتحصل لاخواننا المسلمين على ايد مجنون ومعاه سلاح، واحد مجنون وحش يا اخواني، وحش زي ما ربنا وصف الكفار في القرآن، قال لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة الا، يعني الله، يعني لا يعرف الا ما بيعرفوش ربنا، ما بيعرفوش ربنا. لما حد بيقرب من الكرسي بتاعهم، قبل كده ذبحوا الحسين بن علي رضي الله عنه، قضية كراثي يا اخواني. وان كان طبعا دي في ايام فتنة، لا يعني نتكلم عن الذين قتلوا الحسين وليس عن الوضع في هذه الايام او الحكام في هذه الايام. يا اخواني في الله، لا يرقبون في مؤمن الا ما يعرفوش الله سبحانه وتعالى، ولا ذمه، مفيش عهد، مفيش ميثاق، مفيش كلمه، المبدا الا مبدا، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. واحنا شايفين الوقت وحش كاثر متسلط على اخواننا المسلمين، ما هوش عارف يعمل ايه، يجيش الجيش بتاعه عليهم، الجيش بتاعه ينقلب عليه، يجيب في سلاح الطيران مرتزقه من اوكرانيا وصرب، يا الصرب المجرمين عشان يضربوا المسلمين هناك بالطيارات، يجيش 35,000 افريقي من مالي وزيمبابوي عشان يقتلوا المسلمين هناك، وكانت النتيجة حتى الان حوالي 10,000 قتيل و40,000 جريح على احصائية محكمة الجنايات الدولية. احنا الوقت في وضع في غاية الخطورة. درس الليلة يا اخواني في الله رسالة من احفاد عمرو بن العاص اللي فتح مصر، الى احفاد عقبة بن عامر اللي فتح ليبيا، رسالة من احفاد عمرو بن العاص اللي فتح مصر، الى احفاد عمر المختار اللي جاهد الايطاليين في ليبيا من 80 سنة او من حوالي في القرن اللي فات، رسالة بنقول لهم دمكم دمنا ما هو شغلة من دمكم، جراحنا ما هيش اشد الى من لينا من جراحكم، احنا دمنا ودمكم واحد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ دماؤهم يعني ايه؟ يعني ما حدش دمه اغلى من التاني، ما حدش جراحه اشد الى من التاني، احنا دمنا ودمكم واحد، جراحنا وجراحكم واحدة، هندافع عنكم كأننا بندافع عن انفسنا تماما. يا اخواننا ويا احبابنا، يا احفاد عمر بن المختار، يا اهل ليبيا الابطال. يا جماعة واحد يقول طب 10,000 قتيل، وقول حتى يا سيدي كذا الف قتيل والاف الجرحى، طب ليه كل ده وكان عشان ايه؟ يا جماعة مفيش حاجة ملهاش تمن يا اخوان، يا اخواتي في الله، مفيش حاجة ملهاش تمن. سينا، الارض بتاعت سينا، الارض المصرية ده، عشان نرجعها عشرات الالاف من القتلى
عشرات الالاف من القتلى، مليارات الجنيهات انفقت، اقتصاد الدولة اتأثر، سنوات تضحيات مهولة، كل الدولة في حالة معركة لا صوت قالوا فوق صوت المعركة، كل ده عشان حتة ارض صغيرة ترجع لنا. امال كرامتنا ثمنها ايه؟ امال انسانيتنا اللي قتلوها فينا ثمنها ايه؟ امال ادميتنا اللي ذبحوها فينا في سنوات القهر اللي تسلطوا علينا فيها تمنها ايه يا اخواني في الله؟ لازم ندفع التمن، لازم نعرف ان كل حاجة لها تمن. قيام ديننا على ارضنا له تمن، قيام الحق في هذه الارض له تمن، انهيار انظمة الباطل، الانظمة العاملة الاستعمار الغير مباشر، كل ده له تمن يا اخواني في الله. عشان كده محدش يقول ده ليه، كل حاجة ليها تمن. قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. يا ربي ربنا جعل ان القتال في سبيل المستضعفين ده جهاد، ده مرتبة الجهاد، ده اغاثة الناس دلوقتي له ثواب الجهاد. وما لكم مالك يا امة محمد، مالكم يا مصريين، مالكم يا احفاد الصحابة، مالكم مالكم بقيتوا واقفين ليه؟ مالكم بقيتوا مهزوزين ليه؟ مالكم بقيتوا مذبذبين ليه؟ مالكم بقى صوتكم واطي قدام الباطل ليه؟ وما لكم لا تقاتلون، ده لما اخويا المسلم يتأذى انا دمي هو ثمن ان الاذى يرفع عنه، لما اخويا المسلم يتظلم انا دمي ثمن ان الظلم يرفع عنه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ده جهاد يا اخواني. والمستضعفين، الجهاد من اجل نصرة المستضعفين. مستضعف واحد ده اخوك، المستضعف ده اخوك واختك، اخوك واختك. المصريين هناك والمسلمين هناك خايفين ينزلوا يجيبوا طعام من خارج بيوتهم حتى لا يقتلوا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وليا زي ولي امر الطالب، ولي امرك عمره ما يسيبك، عمره ما يتخلى عنك، احنا لو اوليائهم فعلا عمرنا ما نتخلى عنهم. واجعل لنا من لدنك نصيرا، لو احنا نصرائهم، نصيرك اللي يبذل دمه عشان انت ما تتأذاش، اللي عشانك يضحي بدمه، احنا اولياء ليهم، احنا نصراء ليهم. قال تعالى لا يستوي منكم يا امة محمد، لا يستوي منكم يا مؤمنين، ده مقام وده مقام تاني خالص. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح. خدوا بالكم يا اخوان ان الاية ديت على عكس ما يظن كثير من الناس، الاية دي نزلت قبل فتح مكة، الآية دي نزلت قبل فتح مكة على قول من الأقوال الشهيرة جدا في التفاسير، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. أمال ربنا قال الفتح ليه؟ لأن الفتح جاي، لازم تؤمن إن الفتح جاي، لازم تؤمن إن التمكين جاي، لازم تؤمن إن الجبابرة دول هيسقطوا، لازم تؤمن إن الواقع ده مش هيستمر. اللي يا جماعة عنده شك إن الباطل مش هيتغير، يبقى عنده شك في قدرة الله على نصر دينه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يعني إيه؟ يعني اللي هيقف مع الدين الوقتي، اسمعي اسمع معايا يا اخي في الله، يعني اللي هيقف مع الاسلام الوقت، اللي مش هيخاف الا لو متلائم، اللي مش هيخاف نقد ناقد، اللي مش هيخاف تجبر متجبر، اللي مش هيخاف بطش باطش، اللي مش هيخاف ظلم ظالم، اللي هيقوم الوقت لله، اللي هيقوم الوقت يجهر بكلمة حق لله، اللي هيقوم الوقت من اجل انه ينصر الله وينصر اخوانه. طب زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، اللي قبل الفتح هيقوم، اللي ولسه الموضوع خطر، اللي ولسه الوضع خطر هيقوم ويدافع وينصر، ده عمر التاني ما هيلحق درجته. هنستنينا اما نقول القذافي سابقا والكل يقوم ويتكلم ويقول الله اكبر، خلاص الحق تبين. لا يا اخواني، عايزين نقوم وننصر ديننا وننصر اخواننا اللي بيذبحوا الان على ايد ذلك المجنون اللي في ايده سلاح وفي ايده طيارات وفي ايده 200 مليار دولار قبضهم من الغرب ثمن البترول في السنوات السابقه. الراجل ده هيعمل فينا ايه؟ الجبابرة هيسلطوا علينا لهذه الدرجة؟ وازاي يا جماعة؟ ازاي اخواننا بيحصل لهم كده واحنا ساكتين؟ ازاي اخواننا بيحصل لهم كده واحنا سلبيين؟ قال تعالى وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر، فعليكم النصر. عليكم النصر يعني ده فرض مش فضل، يعني لما نطلع نقول كلمة الحق، لما نطلع ننصرهم، لما نطلع نثبتهم، ده فرض علينا وليس فضل، ده مسؤولية علينا امام الله سبحانه وتعالى. عايزين نبقى ايجابيين يا اخواني. غزة جات وكان موقفنا مخزي، بعدها جات المظاهرات وكان الموقف متذبذب والدنيا مش واضحة والرؤية معتمة. لحد امتى هنفضل كده؟ لحد امتى؟ لا بنصنع الاحداث ولا بنشارك في الاحداث،
لحد امتى؟ لحد امتى يا اخواني هنفضل بهذه الذبذبة مع احداث الواقع؟ امتى هنبقى ابطال؟ امتى هنفصل؟ قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، فصل، في واحد فصل، فالكل فصل وراه، في واحد خد قرار انه عاش لاجل هذا الدين، فالكل عاش وراه. عشان كده ربنا في هذه القصة يقول فلما فصل طالوت بضمير المفرد، فلما جاوزه هو والذين امنوا، مش فلما جاوزوه، بضمير المفرد برضو. ليه؟ كأن ربنا بيقول كل واحد فينا، كل واحد فينا لما هيفصل ما يعرفش قديه هيفصل وراه، كل واحد فينا لما هيقوم ما يعرفش قديه هيقوم وراه. كل المظاهرات دي كانت بدايتها واحد قال لا للظلم، والشرارة كانت على ايده، وكل الناس اتلمت حواليه. ما تعرفيش ربنا هيغير على ايدك قد ايه، ما تعرفش ربنا هينصر الدين على ايدك قد ايه. القضية مش الوقت يا جماعة، الوقت مش الموضوع خالص. القضية اللي يموت شهيد واللي ما يموتش شهيد، اللي يضحي واللي ما يضحيش، قضية يوم القيامة. القضية ساعة ما نلقى الله، القضية ايه العمل اللي هيبقى ذخر ليك من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يا اخواني دي ايام كلمة حق، دي ايام قومة لدين الله سبحانه وتعالى. الايام الرهيبة اللي احنا فيها دي للأسف الشديد، القذافي، القذافي ربنا يقذف بقذائف الحق من عنده، انه ولي ذلك والقدر عليه. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. امال يا رب ما بتنتصرش منهم ليه؟ امال يا رب ما بتخسفش بيهم الارض ليه؟ امال يا رب ما بتنسفهمش ليه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. القضية ان ربنا بيختبرني وبيختبرك وبيختبرك الوقتي، ربنا بيمتحني وبيمتحنك الوقتي، ربنا بيرى بيستخرج منا ما يرضيه عنا ساعة ما نلقاه سبحانه وتعالى. القذافي يا اخواني وحش، وحش كاسر ومسلط على الشعب بتوع الوقتي، وحش ومسلط على المسلمين. القذافي اصلا من 42 سنة عمل انقلاب عسكري، انقلاب على مين؟ محدش فكر على الدولة السنوسية. الدولة السنوسية دي اللي كانت ايه؟ دولة مطبقة للشريعة الاسلامية في ليبيا، كانت يمكن تاني دولة بعد السعودية تطبق الشريعة الاسلامية في كل الدول الاسلامية. عمل انقلاب عليها وغير شرع الله وجاب الكتاب الاخضر وبدل شرع الله، بدل شرع ربنا. القذافي ده من المبدلين لشرع الله، من المغيرين لشرع الله. القذافي ده اخواني يعني قصص الجنون بتاعته انتوا عارفينها كويس، ولكن قصص الظلم بتاعته، قصص القهر بتاعته، قصص الافتراء بتاعته. ده لما كان طالب من الطلاب في الجامعات بتاعت ليبيا يعترض ادنى اعتراض، ولا يقول كلمة، ولا يقول عايزين دستور، كان فورا الطالب يخرج من المحاضرات يلاقي محكمة سورية منصوبة في ساحة الكلية بتاعتهم، سواء كلية هندسة سواء كلية اي كلية من الكليات. وبعد كده يجيبوا الطالب من اوضة من المحاضرات ويحكموا محكمة سورية قدام زمايله ويحكموا عليه بالاعدام شنقا وينفذوا الاعدام فورا وهو خارج من بيت اهله عشان يحضر محاضراته ويرجع. ما هيرجع لاهله جثة، ولا اهله هيعرفوا جثته فين اصلا. ياما عمل كده، ياما شنق ناس في مكان عملهم، ياما شنق ناس في الشوارع، ياما شنق شباب في الجامعات وبدون ما حد يعرف ايه التهمة ولا ايه الجريمة. ذلك المجرم، المجرم اللي اول ما بدأت الثورة قطع كل الاتصالات السلكية واللاسلكية، بس وده ضده اصلا، لان الكلام ده بدل ما بيسرب اشاعات ان الثورة بتموت بيسرب اشاعات ان الثورة بتتضخم، بدل ما بيجي عليه والعياذ بالله. يا اخواني في الله الجيش بتاعه بدأ يتمرد عليه، الطيارين يهربوا وينطوا بالباراشوتات من الطيارات، يروحوا مالطا يهربهم، ضرب بالنار الجيش بتاعه عشان ما حدش يقول له لا. بعد كده استقدم الوف من الافارقه واستخدم اوكرانيين وصربيين طيارين عشان يضربوا شعبه، اشترى ب 400 مليون دولار طيارات من ايطاليا، الوقت بيقتل بيها شعبه ويفلس شعبه اصلا، اشترى ب 80 مليون دولار من مالطا رشاشات، الوقت بيبيد بيها شعبه وهي من فلوس شعبه اصلا. يا جماعه يا اخواني يا اخواني ذلك الوحش الكاسر المسلط على اخواننا هناك، كيف لا نغيث اخواننا؟ ازاي ده بيحصل واحنا ساكتين؟ ازاي ده بيحصل واحنا قاعدين؟ انتوا مش عارفين لما صلاح الدين الايوبي لما قيل له الا تضحك الا تبتسم، وكان بيحكي حديث كل الائمه من بعد النبي عليه الصلاه والسلام كل ما يحكوه يبتسم، اسمه مسلسل بالابتسام. فنور الدين زنجي بنور الدين محمود بيقول له الا تبتسم؟ قال كيف اضحك والمسجد الاقصى اسير؟ كيف نضحك و10000 اخ من اخواننا مقتولين في ليبيا؟ كيف نضحك و40000 اخ من اخواننا محتاجين اغاثه عاجله في ليبيا؟ كيف نضحك والمسلمين في ليبيا خايفين ينزلوا من البيوت جعانين مش عارفين يجيبوا اكل؟ كيف نضحك واخواننا مهددين باباده بالغازات بغاز السريع
الصين وغاز والغازات القاتلة في ليبيا كيف نضحك واخواننا بيضربوا بالطيارات وبيقصفهم بالصواريخ وبيقصفوا بكل الاسلحة الثقيلة في ليبيا كيف نضحك كيف نضحك لما احد اعلام الصحوة الاسلامية في العصر الحديث محمد رشيد رضا لما امه لقاته حزين ومهموم قالت له يا بني مالك حزينا هل مات مسلم في الصين هي عارفة ان ابنها قلبه بيتحرق على احوال الامة عارفة احنا الوقت يا جماعة مش بنقول مسلم في الصين ده احنا بنقول مسلم في ليبيا ليبيا اللي طول عمرها هي ومصر اخوات الصحوة الاسلامية في ليبيا اللي طردت الايطاليين وبعد كده الانجليز والفرنسويين الصحوة الاسلامية كان من ابطالها مع عمر المختار كان من ابطالها عزيز المصري عزيز كان من ابطالها المصريين كان من ابطال الدعم بتاعتها المصريين ده احنا ياما قدمنا للاسلام نسيت يا مصر نسيت يا مصر الاسلام عمل لك ايه وانت عملت للاسلام ايه نسيت يا مصر انت ضحيتي عشان دين ربنا بقد ايه نسيت يا مصر انك كنت الشريان اللي كل ما الاسلام كان بيحتاج كنت بتضخ من دمك للاسلام نسيت يا مصر ان الاسلام كل ما كان بيحتاج رجالة كنت انت بتقدمي رجالتك ليه نسيت يا مصر قصة الحب الرهيبة اللي بينك وبين الاسلام اخواني في الله ذلك الرجل اللي بيهدد شعب الوقت بالجوع اللي بيقول لهم حتى اخر قطرة من دمي والموقف المخزي بتاع امريكا اللي العلمانيين متكئين عليها وعايزين يقولوا هي قدوتنا وهي زي ما بنقول الرسول قدوتنا كده وما بيقولوا امريكا قدوتنا ده الفرق بين الاسلاميين والعلمانيين امريكا قدوتكم ده ايه الوقتي قاعدة دي ساكتة شوية كلام فارغ ليه بتقوله كأنها بتقول القذافي يلا اقض عليهم يلا خلص عليهم يلا موتهم عشان عما نيجي نتحرك يكون الموضوع خلص وخلاص وراح مؤامرة في غاية النذالة عشان نعرف الناس دي بتكرهنا قد ايه عشان نعرف الناس دي خونة قد ايه عشان لما يطلع ناس يقولوا العلمانية يعني ايه العلمانية العلمانية يعني امريكا هي القدوة والغرب هو القدوة نعرف القدوة اللي عايزين يمشوها ورانا ديت كم مرة خانتنا كم مرة احتلتنا كم مرة دبحتنا كم مرة جوعتنا كم مرة اعانت اليهود على قتلنا كم مرة غشتنا كم مرة ساعدت ان حكام ظلمة يتحكموا في رقابينا عشان نعرف بعد كده ايه علمانية هنعرف لما بنقول السلفية او الاسلام يعني مرجعية الصحابة مين الصحابة اطهر خلق الله انما لما بيقولوا العلمانية يعني مرجعية فرنسا وامريكا وانجلترا اديكوا عارفين واديكوا شفتم ماذا الندالة اللي هم فيها والعياذ بالله اخواني في الله يعني نهاية الظالمين واحدة نهاية الظالمين هو نهايته ايه نهايته هيترمى في القمامة نهايته هيرموه ولا هيبصوله من المشاهد اللي شفتها واللي الواحد لا ينساها ساحر من السحرة اللي هم لهم علاقة بالجن ساحر عالمي كبير ويعني زي ما انتوا عارفين بيأيدوه تقييدة لا يمكن حد يقدر ان هو يفكها ابدا مش ممكن حد يقدر يفكها وفي سيوف فوقه وبعد كده يقفلوا على الستارة الجن يفك ساعتها هذه القيود فيقوم قبل ما السكاكين تنزل عليه تقتله الناس كلها تنبهر بيه وتذهل منه فشفت مشهد لواحد من الصحراء الجن بتاعه خلى بيه ازاي الجن بتاعه خانه الجن بتاعه باعه ازاي بعد ما ايدوه هو واثق جدا وقفلوا عليه الستارة اذا بيه الجن بتاعه ما بيفكش القوت بتاعته هو طبعا عمره ما يعرف يفكها ابدا ومعتمد على الجن وسبحان الله العظيم منظره والسكاكين نازلة بتقطع في جسمه قدام الناس اعلانا على ان الناس دي بتخون بعض على ان كل هذه علاقات الباطل دي خيانة كلها خيانة هو ده اللي بيعملوه زي ما رموا زين العابدين زي ما هيرموا القذافي خلاص يا اخواني في الله عايزين نقول كلمة حق العمر واحد يا اخواني القضية قضية هنقف قدام ربنا بايه هنقول له ربنا احنا دفعنا عن دينك يوم ما تقابل اخ من اخوانك اللي بين المقتولين يوم القيامة ويقول لك انت ما دفعتش عني ليه هتقول له ايه هتقول له ايه يا اخواني في الله الثورة قامت في اختنا الحبيبة ليبيا والشعب كله بينضم لها منطقة وراء منطقة والدنيا بفضل ومنة الله المنطقة بتتغير تماما بفضل الله والاسلام قادم والمكاسب كلها بتحصى دلوقتي في اتجاه الاسلاميين مؤسسة جالوب على النت الامريكية مشهورة بتقولك 91% من الشعب المصري بيؤيدون تطبيق الشريعة المؤسسة دي مشهورة جدا ومش بتلعب يعني مصر كلها لو شلنا غير المسلمين يبقى مصر كلها مع ربنا مصر كلها اختارت ربنا مصر كلها اختارت الاسلام من الاسلام ان احنا نقف مع اخواننا
النهاية النتيجة حتمية يا اخواني، نتيجة القذافي وامثاله حتمية منتهية. الموضوع مفيش، مش محتاج اصلا اي يا اخواني، النتيجة حتمية. بس القضية احنا فين؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام يروى عنه من لم يعني بامر المسلمين ها فليس منهم، من لم يعني بامر المسلمين فليس منهم. يعني ايه كلب؟ تحس انها بتذبح اللي ما بيهتمش بامر المسلمين، بتذبح المتخاذلين، بتذبح السلبيين، بتذبح النايمين، بتذبح المشغولين عن دينهم بدنياهم، بتذبح المتواطئين فليس منهم. ده مين؟ من لم يعني، اللي مش هيشيل الهم، اللي قلبه مش هيتقطع عشان احوال امته وعشان احوال المسلمين. من لم يعني بامر المسلمين فليس منهم. النتيجة حتمية يا اخوان، نتيجة الظالمين دي كلها. اسمعي معايا بقلبك، اسمع معايا بقلبك قول الله سبحانه وتعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، ملعونين في الدنيا وفي الآخرة. اسمعي بقلبك: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يعني إيه؟ زي ما حبسوا الناس في الدنيا، زي ما شلوا الناس في الدنيا، زي ما كبلوا الناس في الدنيا يتكبلوا في جهنم. إنا أعتدنا عتاد للظلم اللي هم قعدوا قرون يظلموا فيه الأمة. إنا أعتدنا للظالمين نارا، نارا بالنكرة للتفضيع والتهويل والتشنيع، نارا أحاط بهم سرادقها، محاط بهم محبوسين يأسين من النجاة، أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. زي ما كانوا كده ما بيغيثوش الناس وبيمنعوا الاكل والمية عن الناس، هم اللي يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ده البخار المتصاعد من المية بس يشوي الوش، امال المية اللي هتتبلع في الحلق وفي الجوف والعياذ بالله هتعمل ايه في الانسان؟ ده الظالم عشان تعرفهم يا جماعة. وسيعلم الذين ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. هيعرفوا الانقلاب اللي هيحصل لهم بعد الخدم والامر والنهي والسلطات والسلطنة، هيعرفوا هيحصل لهم ايه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسبن، اوعى تحسبها غلط، اوعى تحسبها غلط، اوعى تحسبوا المعادلة مش زي الظاهر. يا جماعة يا جماعة، في مرحلة تانية يا جماعة، يا جماعة في سموها حلقة تانية، فصل تاني، هنشوف في الظالمين دول في مشهد تاني خالص. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كل اللي بيعمله هؤلاء الظلمة ربنا ليس بغافل عنه، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الابصار شاخصة مذهولة لما بيشوفوا العذاب اللي مستنيهم، لما بيشوفوا كل الات التعذيب اللي عذبوا بها شعوبهم وهي مستنيهم في نار جهنم، لما بيشوفوا كل المظالم. انا لما بتخيل المنظر اللي مستني دول الواحد بيفزع. واحد زي القذافي ده بيضرب شعبه، بيقتل شعبه. لما افتكر حديث اتدرون من المفلس، المفلس اللي بيأتي بصيام وصلاة وزكاة ولكن شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، يقول يا ربي الرجل ده يستنى شعب كامل على القنطرة. الحكام الظلمة دول والوزراء الظلمة والمحافظين الظلمة والاعوان الظلمة والقيادات الظلمة، كل دول مستنينهم شعوب، مش مستنينهم واحد ولا اتنين ولا مية ولا الف، ده مستنينهم شعوب على القنطرة. هيروحوا فين؟ هياخدوا سيئات شعب. ما هو كل واحد هيقولك ادينا حسنات، حسنات مين اللي هتكفي شعب؟ طيب خد سيئاتي بقى. شعب كامل يحط سيئاته على واحد بس، الواحد هيتحاسب ازاي؟ الواحد هيروح فين؟ الواحد ده هيتحاسب على ذنوب شعب باكمله ازاي يا اخواني في الله؟ النتيجة حتمية يا جماعة، نتيجة الظالمين حتمية. زي ما كان علي بن الفضل لما كان بيقول لما كان بيبكي فبيقولوا لما تبكي؟ فقال: ابكي لاني تذكرت من ظلمني اذا وقف بين يدي الله لا حجة له. هيقول له ربنا اللي صعب عليه الظالم اللي ظلمه لما تذكر ربنا هيعمل في ايه ان لم يعفو عنه. واحد السلف لما بيقول اتق الله في من لا ناصر له الا الله، انا بقولها للقذافي دلوقتي، اتق الله في من لا ناصر لهم الا الله. انا بقولها لحكام العرب دلوقتي، اتقوا الله في من لا ناصر لهم الا الله. انا بقولها لكل متسلط جبار دلوقتي، اتقوا الله في من لا ناصر لهم الا الله. لما كان السلف يقولوا كلوا الظالم الى ظلمه فانه اسرع اهلاكا له من دعائكم. سيبوه الظلم بتاعه هيدمره اسرع حتى من الدعاء بتاعكم. اخواني في الله،
النتيجة حتمية. بس ازاي هنسكت؟ ازاي هنسكت دلوقتي؟ ازاي اخوانا بيحصل لهم كده واحنا ساكتين؟ يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذا استنفرتم فانفروا. اذا استنفرتم يعني لو في نفير، لو في ازمة، لو في خطر، لو في مشكلة عامة في الامة فانفروا. لازم الكل ينفر، لازم الكل يساعد، لازم الكل، حتى النساء زي النساء في غزوة احد وزي النساء في غزوة حنين لما كانوا بيساعدوا الجرحى وبيمرضهم وبيشتغلوا من اجل انقاذ المصابين. يا جماعة لازم الكل يشتغل. يا اخواني في الله، يا امة محمد، يا امة محمد عليه الصلاة والسلام، يا امة الحبيب، يا امة الاسلام، يا امة المليار، يا اخواني في الله. يا جماعة سيدنا موسى كان قائد عظيم جدا جدا، وسيدنا يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام كان نبي بعده وكان قائد برضه، بس مش زي سيدنا موسى طبعا، ده موسى من اولي العزم من الرسل. سيدنا موسى كان قائد اعظم، ولكن فلسطين ما اتفتحتش على ايد موسى. سيدنا موسى مات في الاربعين سنة بتوع التيه عليه الصلاة والسلام، انما سيدنا يوشع هو اللي اتفتحت على ايده فلسطين. طب ليه يا رب؟ رغم ان موسى كقائد اعظم، ما تبصش للقائد بس، بصوا يا جماعة للصف اللي كان ورا القواد، الصف اللي كان ورا سيدنا موسى ساعة ما لقى البحر قدامه فرعون وراه قالوا انا لمدركون. انما الصف اللي كان مع يوشع بن نون كان صف ايجابي، كان صف على مستوى المسؤولية. فاذا انا عايز اقول لكم ايه، طول ما الموضوع دلوقتي شيوخ في المؤتمرات وبيقولوا الكلام والاف مؤلفه بتحشد وتمشي وتروح، طول ما الموضوع دعاه بيطلعوا على الفضائيات يتكلموا والموضوع خلاص والناس بتقفل وتنام وتستريح وتحس ان الشحنه اللي جواها اتفرغت، طول ما الموضوع كده عمرنا ما هننتصر. امال ايه؟ لازم انتم تقوموا، لازم انتم تتحركوا، لازم انتم يبقوا لكم دور. انتوا الامل يا اخواني، انتوا الامل يا اخواني ويا اخواتي في الله، انتوا الامل. انتوا اللي لو ما اتحركتوش خلاص مش هنتغير، مش هتقوم، مش هننفع يا اخواني باذن الا باذن الله سبحانه وتعالى. انتوا يا جماعه الامل يا اخواني، انتوا اللي لازم تتحركوا. سيدنا موسى كان معاه اسيا امراه فرعون، واحده من اربع نساء في تاريخ البشريه كامله، كان معاه مؤمن ال فرعون اللي ربنا سمى باسمه سوره، سوره المؤمن، سوره غافر، كان معاه الصحراء اللي ربنا خلد ذكرهم في القران في كذا موضع، ولكن في النهايه كانت بطولات فرديه، الصف كله ما كانش بنفس المستوى. طول ما الدين الوقت بطولات فرديه، دعاء، شيوخ، علماء، ناس بتتحرك، ناس بتضحي، انما الصف مش كده. لازم تقوموا، لازم تتحركوا، لازم كل واحد منكم وكل واحده منكم يبقى ليها دور، لازم يبقى ليك دور، لازم يبقى ليكي دور، لازم كل واحد منكم يشارك بحاجه ولو حاجه صغيره، انما كلنا يا جماعه تبقى امه قائمه لله، امه قائمه بامر الله. انما طول ما الموضوع بطولات فرديه الموضوع مش هيتغير. من الكتب اللي ألمتني إيلام شديد جدا واللي اثرت فيا تاثير محزن جدا، كتاب لامير من الامراء الاسلاميين زمان اسمه شكيب ارسلان، اسمه لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم. الكتاب بيقول لك المسلمين رجعوا عليه وتراجعوا عليه، كتاب مؤلم جدا وجايب احصائيات وارقام مؤلمه جدا. الكتاب قاعد يجيب لك ليبيا احتلت ليه؟ مصر احتلت ليه؟ دول كل الدول الاسلاميه كده واحده واحده احتلت ليه؟ بيجيب لك في النهايه ان لان المسلمين كانوا سلبيين تجاه المشكله. بيقول لك لو كان المسلمين بس امدوا الليبيين بقدر بسيط من الاموال كانوا قدروا ان هم يواجهوا الايطاليين، وكانوا قدروا ان هم يواجهوا جرافياني وموسوليني، ولكن حتى الدعم المالي بخلنا بيه عليهم في الوقت ده. كانت الامه سلبيه، كانت الامه متمزقه، فاستفردوا بكل بلد لوحدها. الكتاب كتاب بيقطر الم، سطوره بتقطر الم، وهي بتقول لك ان سبب احتلال الدول الاسلاميه عدم الايجابيه في الوقوف جنب بعض. احنا يا جماعة هنسيب الشعب الليبي لحد ما المجنون ده يبيده؟ احنا هنسيب الشعب الليبي لحد ما حتى قذافي يمشي بس الشعب يتساءل؟ ثلاث اربع دول، دويلات صغيرة، دويلة بنغازي والشرق ودول الغرب وقبائل الغرب وقبائل الجنوب الوحيدة يا جماعة لازم ندعمهم، لازم نقف جنبهم، لازم نقول لهم احنا معاكم، لازم نقول لهم 80 مليون مصري معاكم، 80 مليون مسلم في مصر معاكم، غير تونس، غير الوطن العربي كله يقول لهم احنا معاكم، احنا معاكم ومش هنسيبكم، معاكم بدمنا، معاكم باموالنا، معاكم بذهبنا. احنا في ازمة، احنا في نازلة، احنا تعبانين، احنا محتاجين، بس انتوا اولى مننا، بس احنا هنؤثركم على نفسنا. مصر زي ما كانت شريان للاسلام مدى التاريخ لازم هتفضل شريان للاسلام. مصر يا جماعة اللي ياما قدمت لليبيا وياما قدمت للعالم كله. يا جماعة ده من المواقف الغريبة، يعني احد اخواني في الدعوة شيخ امين جزاه الله خيرا، يعني كان من المواقف الغريبة اللي احكي لي عنها موقف فيلة فجأة قعدت تقتل في وحيد القرن في الدولة اللي هي فيها، في الدولة الافريقية اللي هي فيها، ومش عارفين السبب ايه.
مش عارفين اترن الفيلة ديت في يوم من الايام حبوا يجلوها عن ارضها، فالفيلة الكبيرة التقيلة ثبتت في المكان، قتلوا الكبار وخدوا الصغيرين، الصغيرين طلعوا عندهم دفع انتقام رهيب مش عارفين يعملوا ايه. فاول حاجة لان الفيل كائن اجتماعي بدأوا يدوروا على حد يأنسوا ليه بعد ما ابائهم وامهاتهم اتقتلوا، فاقرب حيوان لحجمهم كان وحيد القرن، بدأوا يقربوا منه، وحيد القرن مستغني بدأ يبعدهم عنه، فالفيلة مش قادرة تقبل ان الكل بيرفضها وان الكل بيعمل فيها كده، فبدأت ترجع لورا وتدخل بانيابها في وحيد القرن تقتله، وبعد كده تدوس عليه باقدامها عشان تطحن جسده. سبحان الله، ثورة يا جماعة، انتوا متخيلين المعنى ده ايه؟ المعنى ده ثورة في عالم الحيوان. الحيوانات نفسها لما بتتظلم بتصور، اللي يقول لك ليه ثورة وليه قومة وبيقوموا ليه ودم، وانتوا فاكرينها ايه؟ انتوا فاكرينها حتة بقلاوة بتتاكل؟ امال النبي عليه الصلاة والسلام والتعذيب بتاع مكة؟ امال كل ده كان ليه؟ مفيش حاجة ملهاش تمن، مفيش حرية ملهاش تمن، مفيش قومة ملهاش تمن، مفيش تغيير ملوش تمن يا جماعة، مفيش كرامة ملهاش تمن، لازم، مفيش جنة ملهاش تمن، الجنة مش ببلاش، رضا ربنا مش ببلاش. عشان كده اخواني في الله انا عايز اكلمكم الان عن الشق الخطير في الدرس بتاع الليلة، الشق الخطير، شق هنعمل ايه؟ شق هنسكت؟ لا يمكن هنسكت. طب هنعمل ايه؟ ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها من البداية يا جماعة؟ ركزوا معايا، ركزي معايا، كل واحد مننا يركز جيدا. اول حاجة، في واجب قلبي. يعني واجب قلبي هو كلام، يعني احنا عايزين بقى الكلام العملي يا اخواني. ثانية واحدة، ما هو الوقت الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من لم يغزو، اللي ما جاهدش في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالغزو ولا تمنى الغزو مات ميتة جاهلية. المؤمن انسان مجاهد بيتمنى ان يسيل دمه في سبيل الله. فالوقت يا جماعة الواجب القلب ان احنا نتمنى ان احنا نجاهد، ان احنا نتمنى ان احنا نبقى جسمنا معاهم، ان احنا نتمنى ان احنا نبقى مع اخواننا المسلمين في الجهاد ضد الظالمين وضد اعوان الظالمين. يبقى الاولانية واجب قلبي. بعد كده كل واحد فينا امام مسجد او بيصلي في مسجد او بيقوم في اي زاوية او مسجد كبير، لازم مصر كلها تحب للدعاء لليبيا. دعوة واحدة ما تعرفوش ربنا بيغير بها ايه، ما تعرفش اللي ما بتقومش الليل، قوم الليل يا اخي عشان اخوانك وادعي لهم، قوم الليل يا اخي عشان النوازل اللي احنا فيها من نازلة لنازلة، قوم الليل يا اخواني، يا اخواني لازم نبقى على قد الحدث، لازم نستحمل. هيقولوا نعمل ايه؟ المظاهرات. وبعد ما خرجنا من المظاهرات يا دوبك لقينا مصر بعد مبارك، هنعمل ايه فيها؟ بعد مصر بعد مبارك دخلنا على ليبيا، والله اعلم كل شويه تطلع دوله واحنا معديين للنهايه الى ان نموت. احنا جايين ننصر دين ربنا زي الصحابه رضوان الله عليهم، لما فجاه حصلت غزوه ذات الرقاع راحوا الغزوه ورجعوا دخلوا في حادثة الافك، المجتمع شهر كامل بيلف حوالين نفسه، لسه خارجين من حادثة الافك لقوا الاخبار عن 10,000 جندي من غطفان وقريش جايين عشان يكتسحوا المدينة المنورة. بدأوا يعملوا الخندق في حوالي 20 يوم، خلصوا الخندق وصلت جيوش الكفر، شهر كامل بينهم وبين جيوش الكفر 4 متر عرض الخندق، ما حدش يأمن انه يقوم من مكانه ولا يتحرك من مكانه. خرج الجنود بالليل الظهر، كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، في نازلة جديدة، في غزوة جديدة مع بني قريظة. هو ده الدين يا جماعة، هي دي الابطال يا جماعة، هم دول اللي ربنا اقام بيهم الاسلام. ولو عايزة تبقى مع دول في الجنة لازم يبقى عندك استحمالهم، ولو عايز تبقى مع دول في الفردوس الاعلى لازم يبقى عندك استحمالهم. هم دول يا جماعة اللي ربنا اقام بيهم الدين، الرجالة الشجعان مش الجبناء، الرجالة اللي حطوا رقبتهم تحت السيوف عشان دين الله، لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا فوق كل لسان وجوه كل قلب. في مشاريع كتير إغاثية لإخواننا، مشاريع كتير إغاثية لإخواننا المسلمين في ليبيا، يعني نادي الأطباء ونقابة الأطباء ويعني مؤسسات عملت مشاريع إغاثية وعملت حملات. إخواننا في السلوم ربنا يبارك فيهم بعتوا 250 عربية نص نقل، واحنا يقول يا نهار ابيض ده 250 عربية نص نقل معونات، ده حاجة كبيرة قوي يا عم، ده ليبيا يا اخوان الدولة رقم 17 في العالم من حيث عدد المساحة. اخواننا من يعني طلبة مشايخ اسكندرية راحوا هناك، دخلوا لحد دلوقتي في عمق 300 كيلو متر جوه ليبيا وما فيش، الارض كلها متحررة، الارض مع الثوار بفضل الله سبحانه وتعالى. والشرق بتاع ليبيا بالذات اللي جنب مصر ده الجزء الفقير في ليبيا، ده الجزء الصحراوي في ليبيا، ده الجزء الفقير جدا في هذه الاراضي الشاسعه
عشان كده والقذاف الوقت بيحاول يجوحهم وهم الوقت متحررين بفضل الله، عايزين نغثهم، عايزين نقف معاهم، عايزين نكون معاهم يا اخواني. عشان كده يعني انا بصراحة يعني كذا ناس بفضل الله متبرعين انهم يعملوا حملات من اجل التوصيل لليبيا، من ضمنهم نقابة الاطباء واتحاد الاطباء العرب. اي بلد اي مدينة فيها نقابة اطباء روحوا للي عايزين يتبرعوا، ولكن في ارقام تليفونات تبع يعني مشايخ اسكندرية ربنا يبارك فيهم، عاملين حملة اسمها امة واحدة، مشايخنا ربنا يبارك فيهم عاملين حملة عن انقاذ الليبيين وتوفير الادوية والاغذية وتوصيل الاطباء والجراحين ليهم. فانا هديكوا الوقت رقمين كل واحد يكتبهم، وان شاء الله يتكتبوا على الشاشة معانا الوقتي. هديكوا رقمين يا جماعة، الرقمين دول رقم للي عايز يوصل دواء وغذاء ليهم، ورقم للدكتور اللي عايز يتبرع. ما هم 40,000 جريح، دول عايزين كم جراح؟ ده ربنا بيقول ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. كم واحد الوقت محتاجك يا طبيب عشان تداوي جراحه وتخيطه وتعمله عملية يا اخواني؟ لازم مصر تنتفض، لازم مصر تقوم وتعرف الامة كلها انها اخواتهم، لازم مصر يرجع شعارها تاني زي زمان، احنا معاكم يا عرب، احنا معاكم يا مسلمين، احنا معاكم يا كل مسلم على وجه الارض، احنا معاكم دمنا ومالنا، احنا معاك يا اسلام، احنا معاك، احنا جنود خير اجناد الارض في هذه الامة، احنا وكلهم ان شاء الله يبقوا خير اجناد الارض في هذه الامة، كل الدول الاسلامية التانية احنا معاكم، احنا معاكم بدمنا وباموالنا وبارواحنا. لازم مصر تقوم يا جماعة، لازم مصر تبني للاسلام عشان مصر اللي تبقى في ظل عرش الله يوم القيامة. الرقم الاولاني اكتبوا معايا، كل واحد يمسك المحمول بتاعه الجوال بتاعه يكتب معايا. طبعا اللي من برا مصر يزودوا 002 002، انما اللي من جوه مصر الرقم بتاع معونات الغذاء والادوية 010 650 59 95. هقولها رقم 010 650 5995. ده الرقم بتاع اللي عايز يتبرع بالدواء او بالغذاء. يعني هي الارقام يعني ايه يعني يمكن مش مميزة او بس مش مشكلة يعني، اخواننا جزاهم الله خيرا. الرقم بقى بتاع تبرعات الاطباء، الطبيب اللي عايز يتبرع اللي عايز يروح بنفسه 015 24 74 17 49. تاني يا جماعة الرقم بتاع الاطباء واظنهم مكتوبين على الشاشة قدامكم الوقتي 015 24 74 179. ديت الارقام الموجودة. اللي عايز تفاصيل يعني اخواننا في مسجد عباد الرحمن عندنا في المنصورة، اللي بتوع المنصورة بالذات بقى مسجد عباد الرحمن اللي هو في جنب مساكن هيئة التدريس، ده بتوع المنصورة بس، معلش عشان ما حدش بس يعني ايه يستفسر غير بتوع المنصورة عن هذا الامر. هيطلعوا بكرة قافلة من قدام المسجد، فاللي عايز من المنصورة يودي ليبيا مباشرة قبل بكرة المغرب ان شاء الله يكون مودي المعونات المالية والطعام والاغذية والهدوم والدواء اللي هو عايز يوصله ليهم ان شاء الله باذن الله في هذا المكان. احنا باذن الله على موقع الطريق لله، برضو اظن انه هيتكتب الموقع عندكم www.waytoallah.com او اكتب على جوجل الطريق لله، موقع الطريق لله هتلاقوا عليه الحملة مفصلة، هتلاقوا عليه دروس الحملة، هتلاقوا عليه باذن الله سبحانه وتعالى الارقام اللي احنا قلناها دي كلها بالتفصيل بقى للي عايز يستفسر واللي عايز يتواصل واللي عايز يدي واللي عايز يعطي باذن الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله مش عايزين نخذل اخواننا، خذلان المسلمين ده من اكبر الكبائر عند الله، خذلان المسلم ده من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. انا بنادي من هنا الجيش المصري، انا بنادي من هنا الجيش المصري اللي مرضاش ان هو يجتاح المواطنين في الفترة اللي فاتت وخد موقف اداله رصيد عند الشعب. انا بطالب الجيش المصري الوقتي لو مش هنقول عايزين ننقذ ليبيا
مليون ونص مصري محبوسين في بيوتهم مش عارفين ينزلوا ياكلوا احسن يتقتلوا في الشوارع. ننقذ دول؟ لو مش هنقول ننقذ دول بدل ما امريكا واوروبا تتدخل في المنطقة ويشقوا المنطقة ويحولوا ليبيا لعراق تاني مشقوقة او السودان تانية مشقوقة، طب نتدخل ننقذ اخواننا ويبقى الجيش بطل زي ما الشعب المصري الفترة اللي فاتت طلع بطل. انا بناشد كل مسؤول، انت مسؤول امام الله على قد امكانياتك وعلى قد قدراتك وعلى قد سلطتك اللي ربنا اديها لك. انا بناشد العلماء، العلماء والمشايخ اللي لهم اتصالات بالناس في ليبيا واللي سافروا قبل كده ليبيا وليهم علاقات في ليبيا، بناشدهم انهم يتصلوا بالليبيين ويقولوا لهم يتوحدهم ويقولوا لهم يبقى لهم موقف موحد، احنا مش عايزين القذافي يمشي وليبيا تتشق نصين ولا ثلاث اجزاء يا جماعه، احنا عايزين ليبيا تفضل دوله واحده، عايزين نوحد الجهود، عايزين نقول للناس باسم الاسلام لازم الجهود تتوحد. اخواني في الله، قضية ليبيا قضية مؤلمة، واحنا الوقت زي ما قلت لكم يا اخواني القوافل اهي، اللي عايز يروح يتبرع، اللي عايز يروح كطبيب، اللي عايز يدي غذاء ودواء، اللي عايز يروح ينصر الحق هناك اهو الطرق مفتوحة اهيت باذن الله سبحانه وتعالى، يعني كل الطرق مفتوحة من خلال مشايخ اسكندرية والقوافل، من خلال عندنا في المنصورة بفضل الله مسجد عباد الرحمن والقافلة بتاعته، من خلال الاطباء العرب واخواننا الاخوان المسلمين في اتحاد الاطباء العرب والقبط الاطباء، من خلال كل هذه الجهات باذن الله لازم يبقى لنا دور في دعم اخواننا في ليبيا. وبنشكر اخواننا في تونس اللي استقبلوا 100,000 مصري على الحدود التونسية، استقبلوهم بترحاب، ويعني بقول لهم باذن الله سبحانه وتعالى يعني احنا جايين لكم في خلال ايام باذن الله، انا واخوان الدعاء في سفر الى ليبيا باذن الله من اجل الدعوة الى الله ومن اجل ان احنا نقول للشعب العظيم دوت باذن الله، بنقول له احنا معاكم لحد ما الاسلام يملى ليبيا ولحد ما السنة تملى تونس باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اسأل الله العلي العظيم ان ينصر اخواننا المجاهدين في ليبيا، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ليبيا، اللهم يا رب اقذف، اللهم اقذف عدوك بقذائف من عندك يا رب العالمين، اللهم انصر الاسلام، اللهم ائذن لدينك ان يسود، اللهم ائذن لشرعك ان يحكم، اللهم ائذن لكتابك ان يحكم، اللهم ائذن للدعاة اليك ان تفتح لهم الابواب، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ليبيا، اللهم الف بين قلوب اهل ليبيا على الاسلام، اللهم الف بين قلوب اهل ليبيا على الاصلاح، اللهم الف بين قلوب اهل ليبيا على طاعتك، اللهم انقذ اهل ليبيا، اللهم انقذ ارضنا، اللهم انقذ اخواننا، اللهم اغث اخواتنا، اللهم اغثهم، اللهم انصرهم، اللهم زلزل الارض تحت اقدام اعدائهم، اللهم يا رب اللهم انسف هذه الطغمة الفاسدة التي تقذف اخواننا بالنيران، اللهم اقذف هذه الطغمة الفاسدة بنيران من عندك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من قام لتكون كلمتك هي العليا في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وان شاء الله موعدنا مع الحملة الجاية ان شاء الله، حملة نصرة الشريعة الاسلامية في مصرنا الحبيبة قائدة العالم الاسلامي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. Yeah.